افتتاح المسابقة الوطنية دورة سبتمبر 2020 اليوم إن شاء الله تحديد صريحة في مادة التربية بين بنات أحد المترشحين حتى يقوم بفتح الظرف الذي فيه الأسئلة وهو وارد إلينا من الوطن. المادة التربية الإسلامية الرتبة مؤذن الحجم السعي ثلث ساعة من الساعة 9 إلى الساعة 12 زواج إن شاء الله. في توفيق إن شاء الله. مسجد الحرام إن شاء الله آمين. إذا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سعيد أنا بالتواجد معكم في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي يصادف انطلاق المسابقة الوطنية للدخول إلى المعهد المتخصص. هذا المعهد المسابقة الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أتأيس أنني ولابد أن ألتقي بصفوة العلماء والمشايخ والأئمة، وذلك من أجل تنوير الطريق إن شاء الله. معهدنا اليوم على غرار باقي المعاهد الوطنية يقوم بتنظيم مسابقة وطنية لدخول المعاهد الوطنية. الرتب المفتوحة في معهدنا ثلاث رتب: رتبة إمام مدرس منحت له الوزارة 35 منصبا، ورتبة مؤذن منحته الوزارة 25 منصبا، ورتبة قيم منحته 30 منصبا. مجموع المناصب المفتوحة للمترشحين 90 منصبا، عدد المترشحين للمسابقة 175 مترشحا. هذا المترشحين وفدوا إلينا من 24 ولاية، يمتحنون على مدار يومين، اليوم من الصباح إلى المساء في مادتي الشريعة الإسلامية صباحا ودراسة النص في المساء، وغدا الخميس إن شاء الله تعالى في مادة القرآن الكريم والحديث النبوي وعلومهما في الفترة الصباحية فقط ابتداء من الساعة 9 إلى الساعة 12 زوال.